بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا به، ووصلنا إلى قوله: مسألة الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها، ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير. هذا يسمى الواجب المخير. ما معنى واجب مخير؟ يعني الشرع الشريف أوجب على المكلف واحدا من أشياء متعددة، كخصال الكفارة في بعض حالاتها. ففي هذه الحالة أيها يفعل؟ الأول، الثاني، الثالث. اتفق العلماء على أنه إذا فعل واحدا منها خرج من العهدة، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف في مسألة يعني تكاد تكون مسألة فلسفية. من أي هذه الخصال هو المطلوب دون غيره؟ وهل هي مطلوبة على التساوي تماما عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبد؟ أي واحد منها فعله خرج من العهدة. طيب، هل يا ترى الواجب كل واحد من هذه الأشياء المذكورة، أم الواجب منها واحد لا على التعيين؟ هناك الحقيقة أقوال. هنا الشيخ اختار القول هذا، وهو قول قال عندنا يعني الأشعرية الشافعية. هنا قال: الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، هنا يعني أهل السنة والجماعة الأشعرية. والطرف المقابل لهذه المسألة هو المعتزلة. فماذا قال الأشعرية؟ قال: الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما، فالواجب واحد منها على الإبهام، يعني ليس على التعيين. فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها. فعل، أراد أن يفعل الجميع، فعل الأول ثم الثاني ثم الثالث. فهكذا، فالذي فعله منها أولا سقط عنه المطالبة وخرج من العهدة به، وهذا هو الواجب في حقه وقد تم الأمر. إن فعلها معا، إذا أمكن أن يفعل جميع الخصال بآن واحد، فما هو الواجب منها؟ فالشيخ نختار أعلاها أو معا فأعلاها. إذا فعلها على الترتيب الذي فعله أولا خرج به من العهدة، وإن فعلها بآن واحد فالمختار منها هو أعلاها. ننظر إلى باقي الأقوال، والحقيقة هذه الأقوال من الأقوال التي يعني اعتاد الشافعية في أصولهم أن يذكروها في المقدمات. وبعض الناس، ولا سيما في الكتب الجديدة، في الكتب التي ألفت منذ 100 سنة تقريبا إلى يومنا هذا، تقريبا يعني أول من بدأ بهذه الطريقة الجديدة هو الشيخ محمد الخضر بيك رحمه الله، يعني يتجاوزون هذه المقدمات ويدخلون إلى الأصول بشكل عملي مباشرة. بعد التعريف يدخلون إلى يعني القضايا الأصولية مباشرة. أما هذه التشقيقات وهذه التفريعات وهذه المسائل التي لا ينبني عليها كبير أثر، اعتاد المعاصرون على تركها. وربما يكون السبب في هذا تغير طبيعة العصر، وأن الناس في هذا الزمان بسبب السرعة والوسائل الجديدة والمواصلات وغيرها تغيرت طبيعة تفكير الناس، فيريدون السرعة فيدخلون في المسائل بشكل عملي. الهدف من ذكر هذه المسائل في المقدمات، لا سيما في جمع الجوامع الذي اختصر منه الشيخ رحمه الله كتابه، قصدهم بهذا هو تمرين عقل الطالب. يريد أن يمرن عقله حتى يكون عنده شيء من التجريد، بحيث يستطيع أن يقسم ويستطيع أن يفصل بين المسائل، ولا يكون فقط تشخيص
لابد أن يكون عنده عقلية تجريدية مثل عقلية الرياضي صاحب الرياضيات ليطبق ويشخص بعد ذلك. التجريد هو المرتبة الأولى. فهناك أقوال يعني حقيقة بعضها ضعيف جدا لدرجة كما سنرى يعني أن لم يتبنى هذا القول أحد. فنذكر الأقوال الشهيرة الثلاثة في المسألة. هذا القول الذي اختاره الأشعرية إذن هو القدر المشترك بينها يعني بين هذه الأشياء بين هذه الواجبات المأمور بها على وجه الإجمال. الواجب منها على التحديد مبهم لا نعلمه يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم إذا فعل العبد يعني واحدا منها طبعا بإجماع العلماء خرج من العهدة. إذا فعلها مرتبة فالذي فعله أولا على قول الأشعرية الذي فعله أولا هو الواجب بحقه. إذا فعلها معا فاختاروا أن يكون أعلاها. هذه أقوال الأشعرية. باقي الأقوال التي هي نسبت للمعتزلة. القول الثاني يقول وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى فإن فعل المكلف المعين فذاك أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب. إذن ماذا قال؟ يوجبه معين هو عند الله تعالى معين. المكلف فعل ذلك الذي عينه الله تعالى أزلا يكون إيش؟ قد تم يكون أصاب يعني أصاب ما طلب منه أصاب عين الواجب الذي أمره الله تعالى به. فإن فعل غيره هذا الغير ناب عن ذلك الذي عينه الله لأن الأمر فيه سعة. فإذا ماذا قال؟ يوجب معينا عند الله فهو عند الله معين. فإن فعل العبد المكلف ذلك المعين فذاك تم الأمر أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب. إذا فعل الذي يعلمه الله تعالى والذي حدده الله تعالى أزلا بأنه هو الواجب يكون قد أصاب ما يعني أراد الله تعالى ما يعني قضى الله تعالى أزلا بأنه هو الواجب المعين. طيب إن أصاب غيره أيضا يخرج من عهدة. لماذا؟ لأن الله تعالى وسع الأمر وإن لم يصب ذات الواجب في علم الله تعالى أصاب ما جعله الله تعالى بديلا وتم الأمر. يعني هذا قول المعتزلة. هناك قول ثالث ينسب للمعتزلة والعجيب أن المعتزلة ينسبونه للأشعرية ولذلك سمي هذا القول بقول التراجم كل يرجم صاحبه به يعني كل لا يرتضيه. إذن هو قول ضعيف لكن لماذا يذكر؟ يذكر قلنا لتمرين العقول. قال والقول الثالث ما هو؟ وقيل يوجبه كذلك يعني عند الله تعالى. طيب ما هو الواجب؟ هل هو معين؟ قل لا ليس معينا. ماذا إذن؟ قال الواجب هو ما يختاره المكلف بأن علم الله منه أنه لا يختار سواه وإن اختلف باختيار المكلفين. يعني يقول كل شخص يفعل الخصلة التي يختارها تلك التي اختارها هي الواجب المحدد في علم الله تعالى. إذن في علم الله لا يوجد شيء محدد إنما يوجد كأن هذا القول يعني كأن الذي هو في علم الله تعالى ما أصابه المكلف. يعني هذا القول ضعيف جدا يعني يقول ماذا؟ أنا اخترت خصلة وزيد اختار خصلة وعمر اختار خصلة من خصال التكفير مثلا المخيرة. طيب يقول هذا الذي فعلته أنا هو الواجب المعين عند الله تعالى لأني أنا اخترته والذي اختاره زيد هو أيضا معين عند الله تعالى في حق زيد وكأن فعل الله تعالى يتبع فعل العبد. هم لم يقولوا بها لم يقل أحد بهذا لكن هذا يعني قول ضعيف لذلك سموه قول التراجم. إذن الأمر بأحد الأشياء يوجب مبهما عندنا فإن فعلها فالمختار وإن فعلها مرتبة فالواجب أولها أي المثاب عليه ثواب الواجب. طيب ما الفرق بين ثواب الواجب وثواب المندوب؟ قالوا الفرق بين ثواب هي 70 ضعفا يعني الواجب
أجره يعادل أجر المندوب من جنسه 70 مرة. من أين أتوا بهذا الشيء؟ أقول هذا شائع جدا في كتب الأصول وفي كتب الفقه، شائع جدا هذا عند العلماء. أقول ربما يكون أخذوه من الآثار والأحاديث التي تحدثت عن رمضان، وأن النافلة فيه تعادل فريضة، أجر فريضة، وأن الفريضة 70 فريضة، فربما من هذا القياس أخذوا هذا الأمر. إذن فالأصح يعني إن فعلها الجميع فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب المثاب عليه أولها وإن تفاوتت، أو فعلها كلها، الشخص الثاني أراد أن يفعلها جميعا معا فأعلاها ثوابا، فأعلاها ثوابا هو الواجب في حقه إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى قد رتب عليها اختلافا في الثواب. وأنا أقول هنا إيراد يعني، طيب ما أدراكم أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ثوابها متفاوتا؟ هذا السؤال يعني يطرح نفسه. نعم عندنا يتفاوت بلا شك، فك الرقبة ليس كالصيام، هذا يعني اعتاق إنسان من حال إلى حال. طيب هذا عندي أنا أرى تفاوتا عندي أنا، لكن ما أدراني أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى كذلك؟ نحن ليس عندنا مقاييس للثواب والعقاب، المقاييس عند الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى هذه المسألة قلت لا ينبني عليها ثمرة. لماذا؟ لأن مسألة الثواب الذي يثاب عليه أكثر هذا كلام عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليست مسألة عملية من مسائل الأصول العملية التي ينبني عليها يعني اختلاف في التفكير واختلاف في المنهجية واختلاف في تفسير النصوص كما قلت في البداية. إذن وإن تركها عوقب بأدناها، هذا طبعا إن عوقب على أصول أهل السنة والجماعة، لأنه لا يلزم عندنا العقاب لأن الوعيد قد يتخلف، أما عند المعتزلة لابد أن يعاقب. نعم، وإني إذا وعدته أو وعدته لمنجز، وإذا وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فالموعد ينجز وهذا من مكارم الأخلاق، أما الموعد ينجز من مكارم الأخلاق وتخلف الوعيد أيضا حسن، أما عند المعتزلة كلاهما يعني إذا تخلف الوعد أو الوعيد فهذا يلزم منه الخلف وهذا عندهم قبيح، وهذه مسألة مطولة مشروحة في العقيدة بتوسع. إذا عوقب بأدناها لأنه فإن تساوت، لأنه لو فعله فقط من حيث إنه مبهم لم يعاقب، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها، يعني على الأقل يحصل واحدا منها يعني، وهو يعني إذا تفاوت ثوابا فأقل ما يقال فيه أنه حصل الأدنى منها ثوابا. نعم، عوقب بأدناها ما دام هو يعاقب على تركها جميعا، سيعاقب على الترك. طيب ما هي درجة العقوبة التي تتناله؟ يقول يعني عقوبة أدناها، لأنه إذا لو فعل هذا الأدنى سيخرج به من عهده، إذا إذا تركه سيعاقب على الأدنى وليس على الأعلى. قلنا كل هذا من علم الغيب. قال المسألة المقابلة ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير عندنا أيضا الأشعرية. ما قلنا في واجب مخير فتصور عكس هذه المسألة، وهو ماذا؟ الحرام المخير، يعني يقول له ماذا؟ حرمت عليك البيضة أو السمك أو اللبن، تمام؟ فهنا ثلاثة أشياء محرم عليك واحد منها لا على التعيين، فلم أعين لك ما هو الحرام في حقك. المعتزلة قالوا هذا لا يكون، وزعموا أن هذا لا يكون في اللغة، لكن عندنا هذا ممكن ما دام جاء الإيجاب غير معين فيمكن أن يكون التحريم غير معين. نعم، هذا الذين قالوا لم ترد به اللغة يعني طائفة منه ليسوا جميعا، كالواجب المخير فيه، فالنهي عن واحد المبهم مما ذكر يحرمه مبهما، وقيل يحرمه معين عند الله تعالى ويسقط ترك الواجب بتركه. إذا فعلها جميعا يأثم لا محالة،
وهكذا، يعني المسألة المقابلة لها وهو الحرام غير المعين. ولا أذكر مثالا لهذه المسألة، لا أذكر مثالا، وهل لها مثال أو لا الله أعلم، لا أدري. قال الشيخ في الشرح، قال المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر، يعني يمكن أن يكون المندوب مخير ويمكن أن يكون مكروه يعني مخير. قال رحمه الله: مسألة فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله، والأصح أنه دون فرض العين، وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض، وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة، وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده. إلى أن مسألة تشبه هذه المسألة، قلنا واجب مخير، خصال معينة، خصال معينة تفعل واحدا منها، وعكسه حرام، وحرام مخير. الآن الفرض نوعان: أراد الله فرض، أراد الله سبحانه وتعالى ذات الفرض من كل عين من الأعيان، كل شخص يجب عليه أن يفعل. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل صيام رمضان. كل مسلم بلغه الخطاب السبب وتحصلت الشروط وانتفت الموانع وجب في حقه من كل مسلم. فالله تعالى أراد الفرض ذاته من عين كل مكلف، فلذلك أو من كل مكلف بعينه، فلذلك قالوا هذا اسمه فرض عيني، لأنه مطلوب ذاته من كل شخص، مطلوب ذاته من جهة، ومطلوب أيضا من كل شخص فعله. إذن أراد ذات الفرض، وأراد ماذا؟ أراد الأعيان، كل واحد من الأعيان عليه أن يفعل ذات الفرض، فسموه فرض عين. مقابله فرض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية الله تعالى أراد عينه، عين الفرض، ولكنه لم يرد من كل عين من الأعيان أن يفعله، فالمطلوب تحصيل ذات الفرض، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فالله تعالى أراد ذات الفرض ولم يرد حصوله من كل فرد من الناس، فهذا سموه فرض الكفاية. قال: فرض الكفاية مهم مطلوب، مهم شرعا، يقصد شرعا، مقصود شرعا جزما، جزما حتى يخرج ماذا؟ المندوب الكفاية. لأن المندوب الكفاية أو سنة الكفاية لا، ليست مرادة جزما كما سيأتي في آخر المتن بعد قليل. قال: إذن مهم يقصد جزما حصوله، فالمراد ذات الفعل وليس من كل عين، من غير نظر بالذات إلى فاعله. فالله تعالى لم يرد عين فاعله، إنما أراد الفعل وليس الفاعل. نعم. قال: والأصح أنه دون فرض العين. طبعا واجبات الكفاية كثيرة، الصناعة تكون واجبات كفاية، أن يتخصص الإنسان بالطب لكل مجموعة من المسلمين هذا واجب كفاية، لأن حفظ الأبدان واجب، علوم الدين واجب كفاية إذا لم تتعين. طبعا هناك أشياء عينية عليك أن تعلم ما تقيم به فرضك وواجباتك اليومية، وإذا كنت تاجرا تعلم أحوال التجارة، اسم الفرض العينية، هذه كلها أعيان. أما الواجب الكفائي ما هو؟ أن تتخصص في دقائق علوم الدين، أن تتخصص مثلا في الطب، أن يكون هناك صانع يصنع للمسلمين مثلا أشياء التي يحتاجونها، بناء مثلا يبني لهم بيوتهم وهكذا، فتأخذ أيضا درجات. فهذا ماذا قال الشيخ؟ قال: من غير نظر بالذات لفاعله، وقال: والأصح أنه دون فرض العين، يعني فرض العين أفضل منه في الأصح، وقلنا الأصح يقابل الصحيح. هذه وجهة نظر أولئك الناس، أن الله تعالى أراد عينه من كل عين، أراد فعله من كل عين، إذن الاهتمام به أشد. بينما الثاني أراد الله سبحانه وتعالى حصوله فقط،
وجهة نظر الفريق ما دام الله تعالى فرضه على كل الأعيان إذن هذا مطلوب جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى فهو أفضل. الفريق الثاني ما حجته؟ قال هذا الذي يسعى في فرض الكفاية سيرفع الإثم عن باقي الأمة فيكون له أجران، أجر فعله حيث فعل الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والأجر الثاني رفع الإثم والحرج عن الأمة. إذا قالوا الأصح أنه دون فرض العين، هذا القول الأول، وهذا من قول الشافعي رضي الله عنه. وعند الشافعية فرع يعللون يعني بنوه على هذا، وهو ماذا؟ أنك تكون في حال الطواف الفرض، تطوف طوافا حول الكعبة الشريفة مثل طواف الزيارة فرض عليك، ثم قامت جنازة أمام البيت الناس يريدون يصلوا عليها، فعلى هذا القول عند الشافعية أنك لا تقطع طواف فريضتك من أجل صلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة واجب على الكفاية، وبقاؤك في طواف الفرض أنت في فرض عيني، فكيف تقدم الكفاية على العين؟ هذا الفرع الذي بنوه. نعم، إمام الحرمين الشافعية وآخرون أيضا قالوا فرض الكفاية أفضل، لأنه يصان بقيام البعض بجميع المكلفين كما شرحت لكم، يعني أنه يرفع الإثم عن الأمة. قال وأنه على الكل ويسقط بفعله بفعل البعض، وأنه يعني فرض الكفاية يعني أصح أنه على الكل، يعني كل إنسان مطالب به، لكن إن قام به بعضهم سقط. يعني مثل ماذا؟ يقول هل يتصور هذا في الدنيا؟ قلنا نعم موجود. كيف؟ يعني مثل الدين الذي وجب عليك، إذا قام به غيرك سقط الإثم عنك، سقطت المطالبة لك على شخص لو عليك 1000 ليرة، فجاء شخص آخر دفع 1000 عنك، فقد سقط المطالبة عنك بشيء لم تفعله أنت، يعني يوجد مثله في العقل. نعم، وأنه على الكل، والشافعي رحمه الله نص عليه في الأم، يقول ويسقط بفعل الفرض بفعل البعض، لأن المقصود حصوله كما مر. نعم، نعم. قال وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة وسنتها كفرضها، هذا قضية ثانية، سنتها كفرضها موضوع آخر. قال وأنه لا يتعين بالشروع، يعني إذا ما شرعت في فرض الكفاية، وأنه فرض الكفاية لا يتعين بالشروع، إذا شرعت في أمر وهو فرض كفائي هل يجب علي أن أتمه؟ الشافعية يقول لا، الحنفية يقول يجب، ليس هكذا فقط، بل حتى السنة، بل حتى المندوب إذا شرعت فيه فلا يجوز لك أن تبطله لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الشافعية ماذا يقولون؟ يقول لا، الأصح أنه لا يتعين بالشروع إلا ما هي الأشياء التي تعين بالشروع، جهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة. يقول هذه ماذا؟ لشبهها بالفرضية، بفرضية العين يعني. نعم، يقول فتتعين بالشروع لشدة شبهها بالعين. فالإنسان إذا شرع في الجهاد يلزم عليه أن يتم، وإن كان ليس مطالبا فيه، في الأصل هو واجب كفائي. وكذلك صلاة الجنازة، لأن في حق مسلم ميت هكذا يعني من حقه أن تتم الصلاة له. والحج والعمرة بالنص، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ثم قال وسنتها كفرضها، يعني سنة الكفاية كفرض الكفاية، قال بإبدال جزما بضده، يعني من غير جزم، يعني الشرح الذي قلناه في فرض الكفاية ذاته قله في سنة الكفاية، في سنة عين وفي سنة كفاية. طيب ما الفرق بينهما؟
الفرق واحد فقط هو موضوع الجزم وعدم الجزم. يقول ماذا؟ وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده، بدل تقول جزما قل من غير جزم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.